بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا متابعي اون تايم سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة جديدة من مباريات دوري نايل، الجونة يستضيف نادي طلائع الجيش في الأسبوع رقم 24 من مواجهات دورينا الجميل دوري نايل. الجونة وطلائع الجيش في مباراة سنطلق عليها مباراة الست نقاط. خلينا نستعرض مع حضراتكم تشكيلة الفرقتين. نبدأ بالجونة صاحب الأرض النهاردة، الكابتن علاء عبد الله اختار في حراسة المرمى صبحي سليمان، أحمد حسام وأحمد عبد الرسول في قلب الدفاع، باك يمين محمد الدغيمي، باك شمال كمال أبو الفتوح، أيمن مكة ورضا صلاح وأحمد شوشة في وسط الملعب، أرنو وجابرييل شكودي وإيمانويل لاكي في المقدمة كثلاثي هجومي في تشكيلة فريق الجونة واختيارات المدير الفني الكابتن علاء عبد العال في هذه المباراة. دي تشكيلة الجونة. نذهب إلى تشكيلة طلائع الجيش، اختار الكابتن عبد الحميد بسيوني، محمد شعبان في حراسة المرمى، عمرو طارق وخالد سطوحي في قلب الدفاع، باك يمين احمد زولا، باك شمال احمد متعب، في وسط الملعب فريد شوقي واسلام محارب، اسلام محارب وقدامهم علي حمدي، على الشمال موجود احمد سمير، على اليمين موجود يسري وحيد، وفي الهجوم جودوان شيكا النيجيري في تشكيله الكابتن عبد الحميد بسيوني. وبنتكلم ايضا على استقرار كبير جدا بالنسبه للجونه في التشكيله الأساسية، لا تعديلات كثيرة على التشكيلة. وبداية المباراة على يسار الملعب سيتواجد فريق طلائع الجيش بالتيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، وعلى يمين هذا الملعب سيتواجد فريق الجونة بالزي الأساسي التيشيرت الأبيض والشورت الأسود في هذه المباراة. البداية والدربكة والكرة الرأسية، لمسة على طول عند أحمد حسام، من أفضل اللاعبين الموجودين في تشكيلة الجونة بالمناسبة. أحمد حسام لعيب ثابت واثق من نفسه، مش مستعجل دايما، يتريث في الكثير من الاحيان. ترجع تاني ارنو او جابرييل، يلعبها لرضا، يا سلام يا رضا، حلو الارنو، استلام في منطقه الجزاء، حلو الكره، تسديده خطيره خطيره ولكن الكره بر، حلو الكره اتلعبت من الخلف للامام ما بين الباك والمساك، استلم فيها بشكل كويس اللاعب ارنو، استلم مع لف ودوران بتسديد بالقدم اليمنى، ولكن كان عايز يلعبها بالضيق في الضيقه كده، كان عايز يلعبها في الزاويه الضيقه دي، لو اتلعبت مثلا في الزاويه المفتوحه هناك البعيده هناك شوف كان ممكن تبقى اخطر للاختراق والانطلاق ثم التسجيل. هذه كرة عند علي اللي بيلعب الكرة الطولية أمامية، زولا استلام للخلف بشكل، يا سلام يا سلام، الله الله، حلوة العرضية، عدت مين مين ممكن يلعبها برأسه، عدت من الكل، يسري يسري يرجع عند متعب، هيظبط العرضية ولا ايه؟ عرضياته دايما مظبوطة، عرضية فوق الجمع خطيرة جدا، عدت مشيت سمير، يلا يا سمير ممكن يورينا حاجة، يرجع تاني تسديدة خطيرة في ايد حارس المرمى صبحي، حلوة الكرة اللي فاتت، تمريرات كبيرة كثيرة جدا من طلائع الجيش والوصول لمنطقة الجزاء ثم الهدوء والتريث من أحمد سمير، وتهيئة الكرة للقادم من الخلف علي حمدي اللي سدد الكرة ولكن في أيدي حارس المرمى. شوف الكرة والحكاية اللي فاتت والتسديدة والتصدي، أحمد متعب قلت لك عرضياته دايما مظبوط دايما مظبوطة ما شاء الله، على طول سمير وعودة بتمرير لعلي حمدي وخطأ وضربة حرة ممكن يتم الاستغلال ولا إيه؟ شايفين أحمد سمير يلعب الكرة بالقدم اليسرى فوق الجميع، يا سلام، اوه خطيرة جدا، تسلل ماشي، ولكن تخيل معايا عزيزي المشاهد ان الكرة دي كانت مثلا رايحة في اتجاه المرمى، كان ممكن تدخل المرمى ويبقى هدف خروج خاطئ. خلينا اقول لكم من صبح سليمان، كرة لفت واعتقد الهوا كان ليه دور في تسريع الكرة اكتر، راية وتسلل على لاعب طلائع الجيش في الكرة اللي فاتت، ولكن شوف عدت ازاي، كل حاجه متشافة. ادي الكره احمد سمير، نظرات تركيز، تقدم تنفيذ، لعب كره في منطقه الجزاء، دربكه تخبط ترجع تاني، تشتيت من الجونه، مرتده موجوده، ارنو يرجع تاني في تشتيت بالقدم اليمنى اماميه، يا سلام انطلاقه، ادي الخطر، ادي جابرييل تمريره، جابرييل يحاول يهرب في اليمين، خطيره خطيره خطيره، تسديده في العارضه، لسه الخطر مش ممكن، لا 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 لا، اخطر كرات المباراه مع نهايات الشوط الاول، من الجانب الايمن التسديده في العارضه الافقيه، رجع تاني الايمن مكة اللي قرر يلعبها جنب الايمن ما قدرش يصلحها، شوف الهربه من غير كره من جابرييل، من الجانب الايمن يا سلام على الكره الحلوه بالقدم اليمنى ولكن في العارضه من فوق حارس المرمى، جابرييل تحرك ما بين الاثنين مساكين، لعبها بقدمه اليمنى من ايه، أيوة يا راجل يا راجل مش ممكن، زولا هنا يعني منع ايمن مكة من تسديد الكره باريحيه، دي كانت عايزه ايه، دي كانت عايزه برجلك الشمال يا مكة، ضربة حرة من اليمين لمصلحة طلائع الجيش، يتحصل عليها المشاغب اللي عامل مشاكل يسري وحيد مع الكرة من الجانب الأيمن، يسدد الكرة بره خالص، وموسى ديوارة وعبد الرحمن شيكا وأحمد الشيخ وعمر السعيد وكريم طارق ومحمد حمدي زكي ومحمد سمير وسيد أبو أمنة، بدكة بدلاء طلائع الجيش
الاثنين عندهم حلول، وادي الكور على الجانب الايمن، انطلاقه للجونه، تمريره ارضيه مقريه من فريد ولكن يحاول عليها ارنو. ارنو في الجانب الايمن ممكن يبقى فيها عرضيه، ادي العرضيه الاخيره في الشوط الاول، خطيره خطيره مش ممكن، لا 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 مرتين على مرتين شعبان مش ممكن، الكل سايبه، الكل ما قالوش انت بتعمل ايه، الكل سايب اللاعب جابرييل في الكره اللي فات، مش ممكن في منتهى الخطوره ومعاها صافره نهايه الشوط الاول كما بداناه كما ننهي، تعادل سلبي الجونة وطلائع الجيش. أعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، استراحة قصيرة بإذن الله ونعود مع مطلع وبداية الشوط الثاني. تغيير وحيد فقط في المباراة وتغيير وحيد مع بداية الشوط الثاني، يدخل نمرة 10 عبد الرحمن شيكا مكان اللاعب نمرة 12 إسلام محارب في الشوط الثاني، وهنشوف هل من تغيير على مستوى النتيجة، قلنا تغيير على مستوى الأسماء بالنسبة لطلائع الجيش، هل هيكون في تغيير على مستوى النتيجة في الشوط الثاني؟ ننتظر ونتمنى الأهداف ونستمتع بإذن الله بكرة جميلة بين الفريقين في شوط ثاني متبقي في هذه المباراة. يبدأ الشوط الثاني بصفارة حكمنا الكابتن أحمد حمدي، الجون عند أحمد عبد الرسول، حاول يوقف الكرة في دائرة وسط الملعب، يلعب الكرة الطولية الأمامية، استلام بالصدر، تهيئة الكرة لجابرييل عند إيمانويل لاكيت، خطف الثاني، يسري وحيد، علي حمدي، فريد شوقي، لسه الكرات مستمرة، لسه الحوار مستمر، أرنو يحاول دربكة كبيرة، كرة على طول عند إيمانويل لاكيت، الكل عايز الكرة، العرضية عدت خطيرة جدا من قدام أيمن مكة، كانت فرصة خطيرة لفريق الجونة بصراحة، فيها دربكة كبيرة جدا استغلال النقص العددي، والكرة على طول والانطلاقة وعدت أيمن مكة لو مش متأخر، شوف الثانية اللي اتأخرها دي، الثانية بس هي ثانية عند أحمد متعب، منظم فريق الجونة دفاعيا، كريم طارق، كريم مازن بيضغط عليه من الخلف، كريم يغير لعبة بنجاح عند يسري، يا سلام استلام واحد واثنين، حلوة الكرة أحمد الشيخ، خطيرة خطيرة خطيرة، تسديدة بجوار القايب، حلوة الكرة اللي فاتت، واحد واثنين ما بين يسري وحيد وأحمد الشيخ، سدد الكرة بقدمه اليمنى ولكن جاء بجانب القائم، خطيرة كانت لطلائع الجيش. بدأ في الكلام، أول كرة أرضية فيها تمريرات فيها فكرة، 1-2 واحد واثنين والتالتة، فين التالتة؟ في تسديدة من أحمد الشيخ، دي ممكن تحرك المياه الراكدة شوية، ترجع تاني تسديدة من خارج منطقة الجزاء قوية والكرة بره إلى ضربة مرمى، على طول عند محمد الدغيمي، محمد الدغيمي هيلعب بقى رمية التماس الطويلة اللي هي ممكن تعمل فارق، وانا بقول لكم دي ممكن تعمل فارق، رمية التماس من اليمين فوق الجميع، فين الرأسية كمال، خطر كبير ولكن تشتيت من متعب، تاني احمد عبد الرسول يقلش والمرتده لطلائع جيش، هي دي ممكن كريم يقلش تاني، احمد عبد الرسول، حلوه الكره، خطيره خطيره خطيره، لا 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 لا, لا يضيع الشيخ بعد قلشتين من احمد عبد الرسول، بيعتذر على الاثنين، وصلت بانفراد جانبي لاحمد الشيخ برجله اليمين بعيده، ضيع الاولى من دقائق والثانيه بعد قلشت احمد عبد الرسول وتمريره كريم، عايز ايه اسهل من كده، العبها لوب من فوق حارس المرمى، هو استنى اتاخر، التسديد كان لازم يبقى فين؟ هنا التمريره، التسديد على طول هنا ما تستناش ما تستلمش، سددها على طول برجلك اليمين ولكن التسديده بعيده خالص. أرنو راندريانا من اليسار يحاول مرة تاني، الصباحي، حلوة التمريرة، أرنو مفيش تسلل، انطلاقة خطيرة، مازن معاك انفراد، تسديدة خطيرة خطيرة مش ممكن، بالقدم اليمنى في القائم والكرة برة، شوف الإعادة، تسديدة، محمد الدغيمي مع الكرة في لحظات أخيرة يلعبها في وسط الملعب، لمسة العلي، تمريرة لفريد شوقي، أدي فريد استلام من الجانب الايسر في وسط الملعب، كريم طارق، حلوه الكره للامام، لمسه لمحمد حمدي زكي، تاني الكريم، يا سلام حلو الكلام، حلوه التمريرات اللي فاتت دي، ومعاها هنا صافره نهايه المباراه كما بدانا المباراه بتعادل سلبي بين طلائع الجيش والجونه، تنتهي المباراه، كل فريق يرفع رصيده، سواء طلائع الجيش يرفع رصيده لنقطة رقم 30 وأيضا الجونة لنقطة رقم 30. أعزائي المشاهدين في كل مكان، كنت معكم أمير محروس ونلتقي بإذن الله في قادم المباريات والمواعيد، أما الآن فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.